ولهذا يعني خرج تقرير تاع اللجنة هذه بعدم استعمال هذه الممرات، وفيه من بعد درنا تعليمة يعني لكل مدراء الصحة الولاية باش يعني باش ما تكونش يعني هذه الممرات موجودة في المؤسسات يعني الاستشفائية وحتى المؤسسات الأخرى. بعد انتشارها ولجوء المؤسسات الاستشفائية والعيادات وهيئات أخرى إلى تنصيبها أمام مداخل مقراتها، وزارة الصحة تمنع استعمال ممرات التعقيم الخاص بفيروس كورونا وتقرر سحبها نهائيا. ممرات تشكل خطرا على الأشخاص لما تحويه من مواد وتسببها في تعقيدات على مستوى الجهاز التنفسي، الجلد والأغشية المخاطية. كيف فيما يخص يعني لزافيكسيون ريسبيراتوار ولا حتى في لزافيكسيون كوتاني ولا دي ميكوز ايضا. ومن بعد هذاك التقرير هذاك قدمناه للجنه العلميه تاع وزاره الصحه، وقررت يعني ب ب يعني ب ب افيك دي دوكيومون تاع لو ام اس، شفنا بلي يعني الممرات هذه تقدر تكون عندها مشاكل صحيه اذا استعملت بصفه يعني عشوائيه. تنصيب هذه الممرات كان بصفة عشوائية، فلجنة رصد ومتابعة وباء كورونا تؤكد أنها لم تتلقى أي إخطار بشأنها، واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة في الوسط الاستشفائي والوقاية منها رسلت هيئة فرار لإعلامها بخطورة ممرات التعقيم. الكوميتي ديكسبير تاع ليزانفيكسيون نوزوكوميال كان دار تقرير فيما يخص يعني كيفية استعمال هذه الممرات، وشافوا بلي فيه يعني ضرر، ولهذا يعني خرج تقرير تاع اللجنة هذه بعدم استعمال هذه الممرات. وسيلة وقائية تم الترويج لها كثيرا منذ بداية أزمة كورونا في الجزائر، وباء يقول الخبراء عنه الكثير، ووصل الأمر إلى وصفه بالخبيث بأشكاله المتعددة وقوته.